استعرضت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول حول الإعلام والانتخابات خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته بمقر المفوضية الوطنية ما أنجزته اللجان المكلفة لمتابعة آخر التحضيرات لانعقاد المؤتمر المقرر إقامته بين 26 و27 من مايو القادم. رئيس اللجنة الدكتور نعم العالم أشاد بالجهود التي بذلها فريق العمل طيلة الأسابيع الماضية لتحقيق نجاحات ملموسة تمهد الطريق لوضع خارطة المؤتمر بكل برامجه. لأن الانتخابات هي العمود الفقري والأساسي للديمقراطية، والمواطن الليبي حقيقة خلال المراحل الانتخابية السابقة سواء في 2012 أو 2014 شعر بخيبة أمل نتيجة لمخرجات هذه العمليات الانتخابية، ونحن بإذن الله عازمين وعاقدين العزم على رد الثقة للمواطن بأن العملية الانتخابية هي المخرج الوحيد الذي يؤدي إلى بناء الدولة الديمقراطية المنشودة التي يأمن المواطن الليبي أن تتحقق. المؤتمر المزمع عقده سيعزز زيادة المشاركين بالأوراق البحثية المعدة من قبل أساتذة من مختلف الجامعات الليبية التي ستلقى طيلة أيام الانعقاد. هذا المؤتمر الذي تعتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إطلاقه في 26 من شهر مايو القادم، المؤتمر بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس والمؤسسة الليبية للإعلام والصحافة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية آيفس. خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة مستجدات العمل بالنسبة للمؤتمر. نجاح المؤتمر سيوضح نسبة الوعي لدى المواطنين وسيسهم بشكل مباشر في ضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إقامته في 24 من ديسمبر القادم.